السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا نوع، هو تقريبا اخر نوع معانا في سلسله الداتا موديلنج، الجزء بتاع الدايمنشن تايبس. لسه عندنا الفاكت والسكيما تايبس، بس النهارده ده اخر نوع في الدايمنشن تايبس في السلسله معانا. طيب اسمه ايه بقى؟ اسمه الهيتروجينيوس دايمنشن. هيتروجينيوس معناها متنافر، يعني انت عارفين في هوموجينيوس اللي هو متناغم او متجانس، عكسها اللي هي هيتروجينيوس اللي هي متنافر او متناقض ايا كان يعني. طيب متنافر او اللي هو الحاجات اللي مش متجانسه مع بعضها، دي معناها ايه؟ معناها ان عندي حاجه دايمنشن واحد في ديفرنت، يعني تو دايمنشن او تو برودكت او حاجتين مش عارفين نحطهم مع بعض في نفس الدايمنشن. فالدايمنشن تايب بقى هنا الهيتروجينيوس بيقول لك ازاي تهندل الكلام ده. طيب قبل ما نبدا نتكلم هيتروجينيوس، لازم نقول ان هيتروجينيوس ده دايمنشن نظري، يعني احنا بنشرح حاجه ممكن تطبقها باكتر من تكنيك، ممكن تطبقها حاجه من الدايمنشنز اللي فاتت، ممكن تطبق بالصوره بول مثلا يعني، ممكن تطبق بحاجه تانية، بس احنا بنشرح ايه هو والامبليمنشن بتاعه ممكن يكون مختلف، حتى احنا ما عندناش امبليمنشن معانا كونسبت نشرحه النهارده. طيب ايه هو الهيتروجينيوس؟ قال لك ان التايب ده او الجزء ده بيطبق لما عندنا شركه بتبيع different product for the same base of customer. اكزامبل مثلا والبرودكت دي ليها ديفرنت اتريبيوتس. اكزامبل اوف دي هتخيل عندنا انشورنس كمباني بتبيع مثلا هيلث اند كار انشورنس لذا سيم كاستمر، عندنا مثلا 100 كاستمر بنبيع لهم نوعين مختلفين من البرودكت. طيب بالتالي البرودكت دي كل واحد ليه خصائص بتاعته، مش هوموجينيوس، هم هيتروجينيوس، فكل واحد فيهم بيبقى ليه اتس اون اتريبيوتس. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ هنشوف امبلمنتيشن، بس احنا بنقوله هنا بقى احنا ايه اللي بنحاول نعمله هنا؟ احنا بنحاول هنا ان موديل ديفرنت تايبس بيزد على النيم، التايب اوف التايب اوف الدايمنشن، تمام؟ طيب النيم ده اسمه هيتروجينيوس دايمنشن زي ما قلنا كده اهوت هنا. طيب السيناريوز بقى اللي بنعملها عشان امبلمنت التايب ده، اول حاجه احنا هنسبليت دايمنشن، احنا سبليت كل دايمنشن في تابول لوحده، يبقى عندي برودكت اسمه مثلا كار انشورنس، برودكت اسمه هيلث انشورنس، حتى شركات الانشورنس الميديكال عندهم الميديكال انشورنس والدنتال انشورنس، يعني ما بيبقاش عندهم اثنين في تيبل واحد، ودي بيبقى مثال مشهور جدا. تلاقي مثلا لو رحت معظم او 90% من الشركات الميديكال بيبقى عندهم نوعين، اما ان هو النوع الاول ان هو تلاقي تيبل فاصلين الميديكال عن مثلا الفارماسي او عن الدنتال، اوكي، او لا هم تلاقيهم حاطين ميرج اتريبيوتس كله، حاطين تايبس، يحطين مثلا الكليمز او الحاجات او اللي هو الانشورنس تايب ده مثلا ميديكال ميد مثلا، ولا دنتال دنت، ولا مثلا فارماسي بي اتش ام مثلا فارم. فبالتالي ده الميرج اتريبيوتس، بيبقى عندنا الميرج هنا انها ميرج كل البرودكت مع بعضها في تيبل واحد. طيب برضه حته الجينيريك بقى ديزاين، هنا الجينيريك ده بيقول لك ايه؟ انس ابروتش وي ويل كرييت ا سنجل فاكت تيبل، يعني سنجل فاكت تيبل وسنجل دايمنشن فيهم الكومون اتريبيوتس. حلو، البروبلم ده ايه؟ ان احنا ممكن نبقى عايزين نريبورت حاجات مش موجوده في الكومون هنا. حلو، طيب ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ اللي بيحصل هنا في الكيس دي ان دي بيحصل حاجه اسمها ادفانسد ريبورتنج، ماشي؟ ان احنا بنعمل سيبريت داتا مارت نريبورت فيها الحاجات السبيشال لكل برودكت. طب ناخد مثال، تخيل عندي حاجه اسمها انترناشونال ويب بلان، البلان دي بيبقى ليها ايه؟ اسمها وسعرها ونوعها، ماشي؟ انا بعمل ايه في البلان دي؟ بحطها مع بيت البلانز. طب افرض بقى ان البلان دي ليها ديفرنت اتريبيوتس، بيبقى عندي طريقين همشيهم. الطريق الاول ان انا هحط الكومن اتريبيوتس مع البلانز العاديه، والراجل اللي عايز يربوت بيربوت زيها زي اي بلان تانية. طيب ايه بقى الطريق التاني؟ الطريق التاني هنا ان حد ممكن يقول لك لا انا عندي انا عايز الحاجات المختلفه، بقول له حلو انا هاخد بقى بروجكت او داتا مارت جديده او حاجه جديده بديزاين فيها الاتريبيوت بتاعت الاتريبيوت بتاعت البلان دي سيبريتد، ما بتبقاش من ضمن البلان العاديه. هو ده ببساطه الهيتروجينيوس. الهيتروجينيوس زي ما قلنا هو ثيوريتيك اكتر، حتى الناس اللي بصت على كيمبل موديل والكتب هتلاقوا ان الهيتروجينيوس مش كل الكتب بتعتبره اصلا، بيكتب ان هو في دايمنشن طب اسمه هيتروجينيوس، بس بيقولوا ازاي تهندل الهيتروجينيوس دايمنشن، مش بيعتبر انه في يعني ستاتيك امبلمنتيشن ليه او ستاتيك باترن ليه يعني. طيب نيجي هنا سؤال، وانا متخيل الناس اللي سمعت معانا الفيديوهات اللي فاتت عندها السؤال ده، ايه الفرق ما بين السوابل والهيتروجينيوس؟
انا ما عنديش فرق واضح بينهم، ما اقدرش اقول لك ان الفرق ده هو واضح بينهم، بس عندي بعض البوينتس اللي هقولها لكم ممكن تحسسكم شويه في فروقات. يعني مين لي السوابول ده بيبقى في البروفايل، كاستمر بروفايل مثلا، ويبقى عندي شويه داتا لها علاقه بالبيرسون، بس البيرسون ده حسب التايب بتاعه بيبقى عندي شويه انفورميشن. حلو. طيب هيتروجينيس نسبيا بيبقى مين لي علاقه بالبرودكت، لها علاقه بلانز بيبقى مختلف عن بعضها، فانا بيبقى مين لي علاقه عندي في حته الفاكتس ريليشن ما بينها وما بين البرودكت بتاعتي، ومين لي بيبقى ليها هاندلنج مختلف شويه، بس في الاخر الامبلمنتيشن ممكن زي بعض، ممكن امبلمنت سوابول وهيتروجينيس زي بعض، بس هي في الاخر الاختلافات بينهم تكاد تكون معدومه يعني، بس احنا بنحاول نفهم الفروقات ما بين الهيتروجينيس والسوابول ما بنلاقيهاش ان هي مختلفه كتير. اتمنى يكون حدي وضحت، اتمنى اكون شرحت الجزء بشكل كويس. حاجه كمان مهمه ان احنا لما بنيجي نقول في السوابول على حته البروفايل احنا بنقول هي ديفرنت فيرجن. ديفرنت فيرجن يعني ايه؟ يعني نفس التيبل نفس البارتي بيبقى ليه ديفرنت فيرجن بيزد على الاتريبيوتس بتاعته. البرودكت نسبيا احيانا بيبقى اصلا مش فيرجنز مختلفه، هو ساعات بيبقى اصلا ما فيش كومن ما بينهم او كومن بيبقى قليل جدا، فعشان كده بيبقى ليها تعامل مختلف. ده كل حاجه ممكن نقولها عن الهيتروجينيس بشكل عام. في تفاصيل شويه ممكن نحطها في اللينكس تاني لو حد حابب يقرا عنه اكتر، زي ما قلنا هو مور ثيوريتيك ان هو يكون براكتيكال او ان هو يكون اكزامبل اللي ممكن نحطه يعني. اتمنى يكون الفيديو يكون واضح، واحنا كده خلصنا الدايمنشن تايبس بتاعتنا. ان شاء الله من المره الجايه نبدا نشوف ايه الفاكت تايبس، وبعد كده نخش على السكيما تايبس. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.